يعني نديروا معاكم حرب يا جدكم، حرب حرب نديروا معاكم. قال لك الجيش والشنقريحه قال لك سيهدد المغرب، وقال لهم البطاطا ستصبح بعشرين الجزائر. تشك تشك غير واحد هدد الجزائر يقول لك نحن تشك تشك. قالوا له المغرب، قال لهم تشك وش معناها تشك؟ هذيك معناها اختك 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 يا تبون، ماشي تشك اختك. طحان مش حتى الجيش قوي، ما عندهم بنيه تحتيه، تجي المطر الخرا يطلع. البارح صبت المطر في ولايه بجايه الخرا طلع، نعت لي السيد والله ما بعث لي فيديو، نعت لي السيد قال لي شوف امورات شوف. والله يا خاوتي الخرا تاع خاوتنا في بجايه يدور برا يدور برا، ويقول لك نحن ويهضر لي على الحرب. حرب تاع قيعانكم، الحرب تاع واش تاع واش الحرب. ثم البطاطا، البطاطا ما قدرتوش توفروها للشعب، حابين نديروا حرب مع دولة واحدة أخرى. المغاربة من أجل واحد بوال، من أجل واحد خراي. تبون يا خاوتي يخرى على تحته، كوستيمات تاعو كامل معمرين بالخراب الشراب، ويقول لك ويقول لك نروحوا نديروا حرب مع المغاربة. ديرها مع قاعك شنقريحة، ديرها مع قاعك الحرب، تقدر تديرها مع قاعك. باه راح تحارب المغرب، باه راح تحارب المغرب اي بالخرده هذيك تاع روسيا، والله بجنود جيعانين، جنود يموتوا بالشر. والجنود الجزائريين لا يريدون اسلحه، يريدون الاكل، يريدون همي همي. ويجي يحكي لي على بوليزاريو، بوليزاريو دين الرب شبعه كثره. بوليزاريو الماكله تاع الشعب الجزائري كل كلاوه هو. على هذوك تاع بوليزاريو قيعانهم كبار، بكل بكل قيعانهم قد سخط. من المواد الغذائيه الجزائريه. ادي الزهره حارب تا وياها. عريها برك ودور دماشر يرتاحهم وتبدا بالحزاق على خاوتنا المغاربه. اس 400 اس ار بي جي 8 ار بي جي 7 ار بي جي بقاحة ترمتها الزهرة مرتبون. الصبح مكوبرة في الجزائر يعني تحكيو على رب المروك، المروك شمن نهار شتو مروكي الصباح خرج يحوس على رب الحليب، والله مداير الصف على الخبز، ولا مداير الصف على البطاطا، ينعدي باباك من الحلو. الشعب الجزائري نهار كامل هو في رب الصف، اليوم الصف على البطاطا، غدوه الصف على الحليب، غير غدوه الصف على الخبز، الدقيق، السميد، الخلا، الروينه. نحن اقوى اقوى جيش، اقوى جيش في المنطقه، اقوى جيش في المنطقه. بهدلتوا بينا قدام الجناس. فيقوا شويه الله يعطيكم يعطيكم ان شاء الله الخرا، ان شاء الله تصب عليكم بالخرا ان شاء الله.